فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل زوج الأخت يكون محرما إذا كان السفر قصيرا مدته ساعتين؟ العبرة بالمسافة ما بالزمان، العبرة بالمسافة. إذا كان السفر 80 كيلو فلا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. نعم. وأيضا إذا ركبت معه وهو غير محرم هذه خلوة، هذه خلوة، لا يجوز أن تخلو مع رجل ليس من محارمها.